كابتن حنفي شاهد على واقعة مباراة غزل المحلة والطيران في ملعب الترسانة 6 أكتوبر 73 طبعا. احكي لنا برضو على الواقعة دي. الواقعة دي من أحلى ده طبعا حاجات للتاريخ دي. ايوه قول لنا بقى. دي حاجات للتاريخ واحنا عرفناش مغزاها اللي بعدين لما لما رجعنا وكبرنا وكلام من ده، ان دي كان وسيلة من وسائل الايه انور السادات بيعمل حرب يعني اسمها ايه استراتيجيه تمويه حرب التمويه. ايوه من ضمن التمويه ان الدوري يفضل شغال ويوم الدوري يبقى فيه ماتش كوره. حظكم يوم حرب 6 اكتوبر ان غزل المحله مع الطيران فريق الطيران، وكان ماتشنا مع الطيران في الترسانة. احكي لنا الوقت دي. ساعه الضرب احنا بنلعب نص الشوط الاول كرة ماشيه تمام، وبعدين الجمهور اللي موجود كله من المحله الطيران ملوش جمهور. جمهور المحله كله اللي موجود في الترسان شجعونا وكده، وفجاه انقلبت الايه وطيران طيران الله في ايه نبص للبعض احنا في ايه حد مفيش جود فينا ولا احنا بنلعب وحش ولا حاجه. استغربتوا بقى وانتوا في الملعب احنا في جمهور غزل المحله بيشجع الطيران ايه في ايه؟ قال لك الحمد لله احنا عبرنا الحرب امن ومصر عبرت وبتاع، واحنا طبعا متخوفين لحتى تكون زي المره الاولانيه نكسه 67 فين بقى، واحنا في الاتوبيس وراجعين عرفنا بقى ان الكلام حقيقي فعلا. ادي ماتش للتاريخ ده يعني كان غزل المحله طرف يعني من اساليب التمويه الجبارة اللي عملها انور السادات، ان الدوري شغال والناس بتلعب في كرة ايه بقى؟ في حرب ايه؟ زي ما الناس كانت بتلعب على القناة كده مقسمينها وكلام من ده. شعوركم ايه بعد النصر وبعد ما سمعتوا ان القوات المسلحة طبعاً عبرت شيء لا يصدق يعني. الحمد لله.